السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنكمل مع بعض الفيلد واير. احنا اتكلمنا ازاي تعمل حساب، دلوقتي هنشوف ازاي نرفع الملفات. كل اللي انا هعمله ان انا هقول له نيو بلان. لو انا عندي ملفات كتير وعايز انظمهم بقول له نيو فولدر، وببدأ اعمل فولدر اركتكشر، فولدر استراكشر، وهكذا. نيو بلان اقدر اقول له سيلكت فايل وابدأ اعمل ارفع الملفات. ممكن ترفعهم من على الكمبيوتر او من الحاجات ديت تقدر تربط بيها، تمام. تقدر تقول له سيلكت وتختار الملفات اللي انت عايز ترفعها عندك، تمام. طيب وممكن اقول له لا انا عايز ادخل من الدروب بوكس او من البوكس او الوان درايف. ودي ميزته من انت اي تعديل هيحصل في الملفات اللي موجوده على الدروب بوكس او البوكس او الوان درايف هتظهر عندك في المشروع بتاعك. في لو انت عندك مسطب الادنس على الريفت تقدر تاخد بين الريفت اوتوماتيك، هيبدا يشوف اي ملف اللي انت فاتحه ويبدأ يرفعه على المشروع هنا. فممكن نقول له سيلكت فايل، وممكن تقول له مثلا عايز من جوجل درايف مثلا، فيقول لك كونكت مع جوجل درايف وتبدأ تختار الملفات اللي انت عايزها، او ممكن تدي له لينك هو يبدأ يسحب منه الملف دوت. ابدأ اختار الملفات اهوت واقول له اوبن. لو الملف في البي دي اف جواه اكتر من ملف هيبدأ يخلي كل واحد فيهم لوحده، يعني اكتر من ملف، يعني ممكن يكون انت عندك الدور الاول والتاني والتالت والرابع حاططهم في ملف بي دي اف واحد، يبدأ هو يفهمهم زي ما انت شايف بيبدأ يفهم الرقم او الاسم. ممكن يكون ملف البي دي اف اسم واحد وجواه ملفات كتيرة، هو بيبدأ بذكاء صناعي يبدأ يستنتج اسم الملف ده ايه ويبدأ يرفعه، بحيث ان انت بعد كده تقدر تفتحه وتقدر تحط الكومنتات عليه، تقدر تعدل فيه. ولو انت علمت هنا او دوست هنا تقدر تعلم عليهم، تمام. اول ما ترفعه زي ما مع بعض، وبعد كده تيجي هنا اكشن تشوف انت عايز مثلا تلغي الملف دوت او ايه. يعني ده مثلا اترفع اهو، هتلاقي اكشن اتفعلت معاك، فتبدا تختار هل انت عايز تعمل مانج تاج، هل مانج موف تو فولدر تحط في فولدر تاني، تعمل كومبير بين ملفين تشوف انهي واحد فيهم الصحيح، اكسبورت تقدر تصدر الملف دوت، تقدر تعمل سكان للنمبر وديسكريبشن يبدا يفهم لوحده، او تعمل انت اديت للنمبر والديسكريبشن. ده شيت نمبر وده الديسكريبشن، شايفه عامل زوم على الجزء دوت وهو ده الجزء اللي بيفهم منه الاسم. ممكن تقول له اديت سكيل، ممكن تعمل له روتيت، ممكن تعمل باتش اديت تعدلهم كل مره واحده، مانج تاج فتضيف تاج مثلا ان ده مثلا حاجه خاصه بالبلديه مثلا وكذا، او ممكن تعمل له ديليت.